بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي قناة محاكاة الطيران العربي، السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في هذا الفيديو، مواصلة الفيديوهات. نقوم بزيارة مدينة بغداد في العراق. سوف يكون هذا الفيديو مثل الفيديوهات السابقة بدون تعليق، ونقوم بتذكير بأن القناة فتحت مع الإصدار الجديد لفلايت سيميليتر 2020، وسوف تتخصص هذه القناة في القيام بزيارات لمختلف المناطق ومختلف الدول، ثم محاكاة الطيران وتعليم مبادئ الطيران في المحاكي. بدون إطالة، أترككم تستمتعون بهذه الرحلة الخفيفة، وإلى اللقاء في فيديو آخر.